بلدي تشاد تاني ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم الشعب الجاري أصله ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أشكر السفير عثمان مطر بريمة على هذه الفرصة، وهذه هي فرصتنا طبعا الوحيدة اللي ممكن نقدر نتكلم عنها. تكلمنا كثير عن التعليم وعن الأطفال زي ما تكلمت أختنا حوا ريشة الوطن. تكلمنا عن التعليم من الأعلى، ما بدأنا من الأسفل اللي هم الجذور التعليم. بالنسبة لي أنا حابة يكون أنه عندنا إحنا هنا رؤية لمستقبل الأطفال مواليد المملكة العربية السعودية، خاصة لأنه كثير ما بيتعلموا. لازم إحنا هنا ندرس هذا الموضوع، يعني رؤيتهم لازم تكون واضحة مش باهتة، لأنه كثير رؤيتهم المستقبلية باهتة جدا. فنبدأ مثلا من الأطفال من عمر 4 سنوات وما فوق، لازم يكون لهم مدرسة خاصة أو حتى لو يعني فصل خاص لهم، بحيث أنه مو بس نعلمهم، حتى نغرس فيهم الروح الوطني، الشيء يعني الحب، حب الوطن. لأنه حتى الأطفال الآن بيعرفوا هم مثلا وطنهم، بلدهم إيش هي بلدهم تشاد، لكن ما عندهم روح وطنية. إحنا كدورنا يعني كقدوة للوطن، إحنا لازم نجاهد من الصغير عشان ما يكبروا زي ما إحنا كبرنا، أنه عندنا حب يعني للوطن، لكن في نفس الوقت في خوف يداهمنا. الخوف هذا لازم ما نغرسها في الأطفال، لازم يكون عندنا مدرسة تهتم في الأطفال اللي هي من سن 4 سنوات وفوق، نغرس فيهم الروح الوطنية، البرامج الوطنية، نحببهم في الوطن، أنه مهما كانوا هم في الغربة وطنهم موجود وبتنادي عليهم وبتقول لهم يعني محتاجة منكم أنكم تعملوا أشياء كذا وترجعوا عشان تخدموا بلدكم ووطنكم. فأنا بدوري أهتم جدا في هذا الموضوع، موضوع الأطفال مهم جدا جدا بالنسبة للجالية وبالنسبة لتشاد، أهم حاجة. وبس، السلام عليكم ورحمة الله.